طيب معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة. كابتن هاني مشرف ومنور. حبيبي كابتن كريم، مساء الجمال عليك، نورك. بهنيك النهارده الأول على أداء فريقك والفوز النهارده، فوز كان مهم جدا وغالي جدا. أكيد طبعا، ربنا يخليك. طبعا الحمد لله، 3 بونت مهمين. طبعا الدوري السنة دي صعب جدا، فبتلاعب فرقة تقيلة عاملة موسم هايل السنة دي. كابتن شوقي غريب معاهم، عامل موسم كبير. فكون انك تاخد 3 بونت من فريق المقاولين في ملعبه، فدي حاجه كبيره طبعا. الحمد لله، يعني حطونا في مكانه. مش هو ده مكان نادي سموحه، لكن لسه بدري عبال الدوري ما يخلص. ان شاء الله نفنش في مكان يليق بالنادي ده، مكان كنا متعودين 3 سنين اللي فاتوا ان احنا في مربع الذهبي. صحيح. طب كابتن هاني، كنت عايز اسالك النهارده انتقادات كثيره، وهو زميل الملاعب زميل مع في منتخب مصر لمحمد الشناوي، رايك ايه فيما يقدمه محمد الشناوي؟ رايك ايه في الانتقادات التي توجه له بعد خساره الاهلي اليوم بخماسيه؟ والله انا مش، يعني طبعا انت عارف طبعا محمد الشناوي حارس كبير ومفيش خلاف على كده يعني. لكن هو يوم مش يوم للفرقه كلها. يعني احنا عايزين برضك نقول مش معنى الشناوي، يعني احنا 11 لعيب، مش معنى احنا مسكنا في الشناوي. ماشي، ممكن نقول مثلا زي ما الناس بتقول ان في هدف منه، في هدفين منه، ماشي. بس طب الثلاثه التانيين راحوا فين؟ ده لو مثلا قلنا في جوان منه، على الرغم ان انا مش شايف غير ممكن هو هدف واحد مثلا اللي ممكن في عدم توفيق، لكن بقيه الجوان فين؟ بقيه الفرقه مش هنشيل محمد الشناوي ماتش زي ده كله؟ لا، يبقى حرام صراحه. انا شايف انه بس هدف واحد اللي ممكن يسأل عليه محمد الشناوي. ممكن يسأل في عدم توفيق، وفي يعني في وفي برضه، خلي بالك. يعني الهدف في وفي، ان احنا ما نقدرش نقدر واحنا بنتكلم كده سرعه الكوره وقتها. صحيح. كان عامل ازاي؟ صحيح صحيح. او وقفته كان فين، او تركيزه كان عامل ازاي؟ لكن في وفي، لكن طب بقيه الاهداف الفرقه كلها فين؟ لكن انا مش مع الناس كلها طالعه محمد الشناوي ومحمد، لا صحيح. لا حرام، يعني ما مش للدرجه دي، يعني هنشيله ماتش بنتيجه كبيره زي الماتش كله كده يعني؟ لا طبعا. مظبوط. كابتن كبير كابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.